السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على القناة ذكير إنجليش. موضوع اليوم هو الترتيب ديال المنتخب المغربي على ديال كرة القدم على الصعيد الدولي اللي ولا تحتل طبعا رقم 11 في الترتيب العالمي. دونك هاد الارتيكل هذا جبناه من الصحيفه ديال دو غارديان الامريكيه. اوكي دونك نبداو. برازيل ستاي توب اوف وورلد رانكينجز ويد ارجنتينا سكند ان موروكو 11. دونك دائما في الترتيب تنديرو الترتيب الاول فيرست الثاني سكند الثالث ثيرد الثيرد وتنبقاو غاديين فورت ديما تي اش فيفت سيكست سيفنت ايت ناينت تينت تنبقاو غاديين تا الفانتي ان. فانتي ان غنديرو اس تي عاوتاني توينتي سكند عاوت توينتي فيرست توينتي سكند توينتي ثيرد تي دي باش عاوتاني نبداو في تي اش. دونك ديما نحضو مع ان دو تخوا فيرست اس تي جوج اي حاجة فيها جوج في الاخر سكند اس دي. وبالنسبة لرقم ثلاثة منين يكون عندنا هنا رقم ثلاثة دونك نديرو ثيرد اوكي اخ دي ومن بعد كل شيء تي اش اوكي. هادو يعني بحال شي واحد في السباق مثلا تنقولوا الاول الثاني الثالث الرابع يعني لي نيميرو ديال لي زوردر ديال الترتيب ارقام الترتيب. اوكي دونك نبداو ذا وورلد كاب 2022 وينرز ارجنتينا هاف فيلد تو ديسلوج برازيل فروم ذا توب اوف ذا فيفا مانس وورلد رانكينجز از انجلاند رومين فيفث ان ذا بوست كاتر ستاندين. يعني فهاد يعني فهاد كاس العالم يعني واخا ربحات الارجنتين فشلات باش تزول ديسلوج هي تتزول شي حاجة تتزول يعني البرازيل من يعني من المرتبة الأولى طوب ديال تصنيف الرجال في الترتيب العالمي. والإنجليز بقات يعني في الصف الخامس هي فيفت عاوتاني فيفت إن دو بوست كاسر ستاندين من بعد يعني الترتيب من بعد قطر من بعد كأس العالم اللي تنظم في قطر. أرجنتينا هاف موفد انتو سكند سبوت افتر ليونيل ميسي ليد انتو دير ثيرد وورلد كاب تريمف اون ساندي ادن تو دير 2022 كوبا امريكا تايتل. يعني الارجنتين تحركات الى الموضع رقم جوج من بعد ما ليونيل ميسي اللاعب ميسي قاد البلاد ديالو قاد الفريق ديالو الى الرتبة الثالثة يعني يوم الاحد من بعد الفوز ديالو في الكأس ديال امريكا. الكأس امريكا كانوا يعني هما في الرتبة الثالثة ولكن دابا ملي ربحوا في قطر ولا التصنيف ديالهم في الربحة تصنيف رقم جوج. هاد ليونيل سكيلونيز سايد اور بيتس ان فاينالست فرانس وون ذا فاينال ويدن 90 minutes they would have taken the top spot from Brazil. يعني هذا تيتسمى troisième condition الكونديسيونيل. هنا قلنا بان الى جانب المدرب سكيلونيز ليونيل ميسي يعني بجانب هذا المدرب اللي هو ربحوا في الفينال الفريق الفرنسي كل ربح اقل من 90 دقيقة كان غادي ياخذ المرتبة الاولى. يعني دابا التصنيف العالمي يعني تيديروا على حساب يعني دوك النقاط اللي تيديروا على حساب واش فزتي
قبل الأشواط الإضافية واش في السيب ضربات الجزاء يعني كون ربحوا مثلا قل من 90 دقيقة ربحوا الفريق الفرنسي كانوا غادي ياخذوا المرتبة الأولى. فرانس climb one place to third with Belgium dropping two runs to fourth following their failure to get out of the group stage. يعني فرنسا كانت في المرتبة الرابعة ولاتية قفزت إلى المرتبة الثالثة هي third أغدي وبلجيكا يعني هبطت بجوج رتب كانت في المرتبة الثانية ولات في المرتبة الرابعة هي جوج درجات تو رانس تو فورت يعني ولات خدات المرتبة الرابعة يعني كانت عندها في التصنيف العالمي رقم جوج من بعد البرازيل. following their failure to get out of the group stage يعني من بعد من الفشل ديالهم من بعد الفشل ديالهم خرجوا من الجروب ستيج. جروب ستيج هي المرتبة الأولى والثانية والثالثة يعني خرجوا من الرتب الثلاثة الأولى. England stay fifth after their quarter final exits with the Netherlands, Croatia, Italy, Portugal in Spain completing the top 10. بالنسبة للفريق الإنجليزي بقى في المرتبة الخامسة من بعد ما تقصى في الربع النهائي وهولندا كذلك اللي انهزمت مع الأرجنتين في الربع وكرواتيا وإيطاليا والبرتغال وسبين ولات كملات في الصف العاشر. اوكي دونك موروكو هاف موفد اب تو 11th بليس فروم 22nd افتر ذير ران تو ذا وورلد كاب سيمي فاينلز. يعني المغرب ولا الحمد لله في الرتبة 11 من بعد ما كان في الرتبة 22 من بعد الإنجاز ديالو في الوصول ديالو إلى النصف النهائي في كأس العالم. Replacing Senegal as the highest ranked African nation من بعد ما عوضات يعني حولاتية الأولى في إفريقيا من بعد ما عوضات الفريق السنغالي اللي كان يعني مصنف من أعلى المنتخبات في القارة الإفريقية. The Atlas Lions highest ever ranking was 19th in 1998 احسن رتبة لحد الان للاسود الاطلس كانت هي الرتبة العاشرة في سنة 1998 and they fell as low as 92nd in 2015 ونزلوا بواحد يعني فيل تنقولوا شي واحد بحال الى طاح يعني هبط بزاف حتى الرتبة 92 في 2015. أستراليا also climb 11 places to 27th after reaching the last 16th in Qatar. يعني تا أستراليا ولات ربحات يعني 11 ديال المراتب ولات تحت الصف 27 من بعد ما تأهلات الى الـ يعني الجزء 16 يعني اللي تيكون قبل من تومون في قطر. دونك هنا لي فوكابيلير اللي استعملنا هي dislodge هي verb to remove or force out of a particular place يعني شي واحد تزولو بالقوة من المكان من واحد المكان مثلا to dislodge a stone with one's foot مثلا زولنا بالقوة واحد النوع ديال الحجارة برجل وحدة يعني بالرجل ديالنا. runs هي يعني الرتبة او درجة هي noun stage in scale level in hierarchy
ديغري يعني درجات، واحد يتسلق درجات في السلم او هذا. هي روز اف يو رانز ان ذا كومباني، يعني هو ربح بعض الدرجات داخل الشركه. دونك هذا هو الموضوع اليوم، يعني جبناه من غارديان، يعني موضوع تيهضر على الترتيب ديال المنتخب المغربي في التصنيف العالمي في الفيفا، اللي ولا الحمد لله تيحتل الرتبة 11، اللي هو جا قبل الفريق الألماني اللي مشهور بالكرة القدم، اللي ولا تيحتل رقم 14 لأنه تقصى في الربع النهائي، وتيجي من بعد فريق الولايات المتحدة والفريق اليوروغواي اللي معروفين بكرة وهذا، وتي الحمد لله تزعم جميع الدول العربية والإفريقية، وهذا شرف لنا الحمد لله. ونتمنوا لكل واحد مغربي بأنه يوصل لأعلى الرتب في العالم لكي يكون يعني مفخرة لبلاده، وأن يعمل لبلاده باش يكون مفخرة في العالم إن شاء الله. إلى أن نلتقي، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.